أهلا بكم مشاهدينا. فاتح ديسمبر يوم مذبحة الجنود الأفارقة في تشوروي بالسنغال، ذكرى ذلك اليوم الذي مضت عليه 8 عقود من الزمن، ما زالت تفجر المفاجآت التي لا يتوقعها أحد، كما لا يتوقع أولئك الجنود الأفارقة السابقون أن يوجه الرصاص الحي إلى صدورهم وهم يطالبون بدفع مستحقاتهم التي تأخرت طيلة أشهر الحرب التي خاضوها دفاعا عن فرنسا ضد النازية. أجواء ذكرى تشوروي حملت هذا العام آخر ما يمكن لفرنسا أن تتوقع سماعه من الأفارقة. السلطات السنغالية تطالب صراحة برحيل القواعد العسكرية عن أرضها، بل تعتبر وجودها يتعارض مع استقلال السنغال الجديد التي وجدت أخيرا من يتذكره. الرئيس السنغالي الجديد باسيرو جوماي فاي لم يتلعثم بطلبه الذي رافقته تصريحات ترحب باعتراف الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بأن ما حدث للجنود السنغالي الأفارقة هو مذبحة بالتأكيد. تشاد بدورها أعلنت إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع باريس هنيهة قبل القرار السنغالي. النيجر ومن أجل السيادة أيضا أصرت على مغادرة الجنود الفرنسيين لبلادها ورضخت فرنسا بالفعل. أما مالي فحدث ولا حرج، فكانت سباقة إلى طرد الجنود الفرنسيين الذين ما إن اكتملت مغادرتهم حتى أردفت بلادهم عليهم رفاقهم في وسط إفريقيا بمغادرة آخر 47 جنديا على متن طائرة أقلعت من مطار العاصمة بانجي في 15 ديسمبر سنة 2022. السنغال وتشاد عناوين تكميلية للعنوان الأبرز: تقلص النفوذ العسكري الفرنسي في منطقة غرب إفريقيا لصالح من تتجه عقارب ساعة المنطقة، وعن أي منطقة نتحدث ضمن جغرافيا الصراع الدولي الآخذ في التعقيد والاتضاح في آن، وأي ارتدادات سياسية وأمنية على منطقة غرب إفريقيا لهذا التحول غير المسبوق في القارة والإقليم. مشاهدينا، خصصنا حلقتنا الثانية من البرنامج اليومي التحليلي الإخباري ظلال الخبر لتسليط الضوء أكثر والنقاش حول الموضوع. معنا في الاستوديو البخاري مؤمل الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أهلا بكم ضيفنا الكريم. إلى أين تتجه عقارب المنطقة ضمن هذا التحول الكبير؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. من تقريركم المفصل فهمت بأن الموضوع يتعلق بإعادة تموقع النفوذ العسكري الفرنسي في المنطقة وتداعيته، وأنا أوافقكم تماما في الطرح الذي قدمتم حول خاصة المعطيات بأن النفوذ العسكري الفرنسي يشهد تراجعا غير مسبوق في إفريقيا عموما وفي منطقة الساحل بصفة خاصة، وتجسد كما ذكرتم في هذه البلدان التي ذكرتم. أولا وسط إفريقيا، هي كانت أول المنسحبين وأنتم قلتموها سنة 2022، ثم جاءت من بعدها مالي، ثم بوركينا فاسو والنيجر. حينها قالت فرنسا بأن السبب بأنها رفضها للانقلابات العسكرية، رفضها للانقلابات العسكرية، وهذا وفعلا هي أدانت الانقلابات العسكرية في هذه البلدان الثلاثة، إلا أنها في نفس الوقت باركت ما جرى في تشاد، وما جرى في تشاد انقلاب عسكري وإن لم يعلن عنه. لأن لما مات الرئيس إدريس دبي رحمه الله لم يخلفه ما نص عليه الدستور، بل خلفه ابنه. كان المفروض أن يخلفه رئيس البرلمان وأن تجرى انتخابات، هذا كله ألغية
وخلفه ابنه، فرنسا باركت ودعمت ذلك التحول الغير دستوري بينما رفضته في بلدان أخرى. وظنت وظن العالم حينها، هذا كان سر الخلاف مع مالي، هذا هو السر، هذا هو سر الخلاف وجهر الخلاف وخلاف معلن مع مالي ومع النيجر ومع بوركينا فاسو، الدول الثلاثة التي شهدت انقلابات عسكرية فرنسا رفضتها. إلا أن أيضا تشاد، لكن السؤال لماذا ترفض فرنسا الانقلابات في هذه الدول وتقبله في تشاد؟ هذا هو هو هذا هو هو الإشكالية المطروحة والسؤال يطرح على فرنسا أولا، لأنه يتضح منه بأن فيه عدم ملائمة كيل بمكيالين في سياستها، وهذا ما يثير غموضا في توجهاتها الجيوسياسية في علاقتها الدولية. وليس هو الكيل الوحيد بمكيالين، فرنسا رفضت قبل أن تنسحب من مالي وقبل أن تنسحب من نيجر وحتى قبل الانقلابات العسكرية التي توقعت في هذه البلدان، رفضت أي حوار أو نقاش مع من يوصفون بالجهاديين في الساحل، بينما باركته ودعمته التفاوض المواضعات التي وقعت من جهة بين الولايات المتحدة وحلفائها، ومن جهة أخرى الطالبان في أفغانستان. كيف تقبلي وتصفهم في نفس الوقت بالإرهابيين وتقاتلهم إلى جانب الولايات المتحدة؟ كيف تقبلين الحوار مع الإرهابيين في أرض وترفضي الحوار معهم في أرض أخرى؟ في أرض أخرى. هذا هو المفارقات في السياسة الفرنسية التي تدل، أنا شخصيا أعتبره بأنه عدم نضج فقط، تخبط في السياسة الخارجية ودفعت ثمنه غاليا، وخاصة بأن فرنسا تعيش على الماضي، تعيش على الأطلال. فرنسا في فترة ما في القرن الثامن عشر وحتى القرن التاسع عشر كانت القوة العظمى في العالم. للنكتة، من كتب الدستور الأمريكي، من كتب الدستور الأمريكي اشترط عليه أن يكتبه أولا باللغة الفرنسية، لأن اللغة الفرنسية كانت هي المتحكمة حينها، ثم حول إلى الإنجليزي. فرنسا كانت قوة عظمى ولها أثر مجد تاريخي كقوة عظمى مستعمرة، وما زال قادتها يعيشون على الأطلال كما نعيش نحن العرب أحيانا على الأطلال. ومع الأسف هذا زمن، ولا فرنسا اليوم في طريقها إلى أن تصبح دولة نامية، وإن سمحتم لي سوف أقدم بعض الأرقام. نعم تفضل. وهذا يفسر إلى حد ما من جهة أخرى بأن التعاون معها في المجال الأمني لا يدعو إلى الثقة، لأن ليست لها المؤهلات والكفاءات التي يمكن أن توفر الأمن لغيرها، حتى هي عاجزة عن توفير الأمن لنفسها. هي انضمت نهائيا وبدون قيد ولا شرط إلى حلف الناتو، خلافا لما كان واقع في عهد الجنرال دوغول، لأن أمن أوروبا اليوم الغربي يعتمد أساسا على الناتو، ويتعرضون للإشكالية، لأن مع وصول ترامب اليمين المتطرف إلى السلطة ينوي الحد من اندفاع الولايات المتحدة في دفاع عن أوروبا، وهذا يخلق مشكلة، سيتبع سياسة دولة يتمحور حول سياسة الدولة الوطنية. فرنسا اليوم الاقتصاد الفرنسي يمثل 1% من الناتج الإجمالي العالمي، 1% فقط، 1% فقط، بينما هي في إفريقيا تلوح، وخاصة الرئيس الحالي، بأنها قوة عظمى إلى آخر. لا، فرنسا دولة نفوذها يتراجع. بعض النقاد الفرنسيين وبعض الساسة وبعض يصفونه بالتقهقر، لدكلام باللغة الفرنسية، والساسة الحاكمون يرفضون العبارة، يقولون بأنه إعادة بناء التوازنات الجيوسياسية العالمية. إن قارناها بدول أخرى، عندما نربط معدل النمو الإجمالي برودكت ناشونال انتيريور بريت مع تقسيمه عالميا، فهي تقع في الصف الحادي عشر أو أكثر، وإن سارت على نفس الوتيرة ستقع في المرتبة العشرين. إذن اقتصادها يتراجع، نفوذها يتراجع، وهذا يؤثر أيضا على قوتها العسكرية. قوتها العسكرية لا يمكن للبلدان الإفريقية أن تعول على فرنسا. هذا ينضاف إليه بأن البلدان الإفريقية هي الأخرى فيها
تعيش ماضي الذي تعيش وراء تعيشه بشكل مغاير، تعتبر ذلك التاريخ تاريخ استعماري، تاريخ سيطرة، وترفضه الشعوب وخاصة الأجيال التي لم تعرف الاستعمار ولا السنوات الأولى من الاستقلال، ترفضه وتصفه بأنه استعمار جديد. وفي تيار عارم يجتاح إفريقيا لرفض كل ما يتعلق بالماضي الاستعماري، سواء الفرنك الإفريقي وحتى اللغة الفرنسية الفرانكوفونية التي تستخدمها فرنسا كسلاح، هذه أيضا فيها رفض كثير. والبلدان اليوم السياسة العالمية لم تعد تتحمل بأن يعتمد بلد على بلد واحد، بل أن يعتمد على تعدد الفرقاء وتعدد التعاون، وهذا ما سيعمل عليه السنغال وتعمل عليه موريتانيا وتعمل عليه بلدان أخرى، ولا عهد المنطقة المحظورة التي لا يدخلها غيري، هذا ولا لم تعد هناك مناطق خاصة بدول كبرى لا 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 تابعة لا لها أبداً سواء اقتصادياً أو عسكرياً أبداً أبداً. نعم، نحن في نقطة سابقة تحدثت عنها حول أن فرنسا كانت تقبل انقلابات معينة وترفض انقلابات أخرى، أو فرنسا حاولت أن تبرر خلافاتها مع تلك الدول التي طالبتها بانسحاب عسكريها من مناطقها بأن تلك الدول أنها في حالة غير ديمقراطية، وبالتالي انقلاب عسكري غير شرعي، وهذا هو السبب في مطالبتها برحيل القوات الفرنسية. لكن الحالة في السنغال، السنغال هناك حكومة ديمقراطية، يعني فاي هو نجح ديمقراطيا، ومعروف أن السنغال هي بلد مثال للديمقراطية في دول إفريقيا، هي أيضا تتخذ نفس المنهج. كيف ترى فرنسا هذا التصرف في نظرك؟ هو حتى والمفارقة سوف أعود إلى قضية السنغال، ولكن اسمح لي بأن أعود أيضا إلى قضية تشاد. نعم. تشاد باركت فرنسا تغير السلطة اللادستوري مخالف الدستور، باركته ودعمته، وهاي تشاد اليوم تدين من طرف واحد اتفاقيات التعاون مع فرنسا بدون علم فرنسا حتى ما يبدو، أدانتها أمس فقط، وحينها كان وزير الخارجية الفرنسي موجود مع نظيره تشادي يزورون ملاجئ النازحين القادمين من السودان، وفاجأهم بالأمر، لأن تشاد ها هي الآن سوف ترحل القوات الفرنسية، وأكبر عدد موجود من القوات الفرنسية في إفريقيا اليوم يوجد في جيبوتي ب 1500 جندي، ويتبعها مباشرة تشاد في حوالي 1000. إذن حتى البلدان البلد التي باركت فيه انقلاب العسكري بين قوسين، ها هو سلطاته أيضا يتمرد على فرنسا، ها هو سلطاته تطالب فرنسا برحيل قوتها. إذن القضية لا ترتبط فقط بقضية الانقلابات العسكرية، ترتبط إذن هذا المبرر واهي بالنسبة لفرنسا. تماما. هناك أمور تطبخ خلف، هنالك أمور تطبخ، وهي ما بغض النظر عن الوضعية السياسية من أهمها هو تراجع القوة الفرنسية التي كانت لها هيمنة وسلطة وكذا، والتي أصبح ماض قد ولا، تعيش على ماضي على أوهام، والشعوب تعلمها، الشعوب الإفريقية تعلمها، وهي الأخرى ترفض تلك الأوهام التي عاشتها كاستعمار. لازم يطرأ شيء بالعلاقات الدولية، والتعاون العسكري اليوم لا يمكن حصره في جهة دولة واحدة، يجب أن يكون المتعاونون والورقة متعددون، وكذلك التعاون المجال الغذائي. وتلاحظ بأن صار فيه تغيير في اللغة، لم يعود الكلام اليوم عن الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، وإنما السيادة الغذائية. السيادة الغذائية معناها أن يمكن أن تشتري غذائك من أين أردت، ليس فقط من البلد هنا، كذلك السيادة العسكرية، السيادة الأمنية، يمكنك التعاون. أقترح أيضا أن تضاف هذه الكلمة، يمكنك أن تتعاون مع من شئت في المجال العسكري والمجال الأمني، والتعاون لا يقتصر، بل هذه قاعد نظرة قديمة صارت، على وجود القوات على أرضه، لا في مجالات أخرى، في مجالات السلاح، في مجالات العتاد، وهذا الصناعات العسكرية، وهذا متنوع، في مجالات التدريب، في مجالات الخبرات، والخبرات أصبحت متوفرة. هل تعلم بأن المعلومات العسكرية التي تستخدم في مجال العمليات 80% منها توجد في المصادر المفتوحة، يعني المصادر المدنية؟ إذن حتى الخبرات، وحتى أن البعض يقول أن العلوم العسكرية لأن الدول ما يحميها هو أن تتنوع مشاربها من مجموعة مدارس عسكرية مختلفة. تماما هذا بالضبط هو ما أردت أن، شكرا لكم، لربما تكون خانة العبارة، هو بالضبط ما أردت أن أعبر عنه، بأن المشارب العسكرية يجب أن تتنوع، وكذلك العتاد، السلاح في نوعين، السلاح
القوي والسلاح الناعم هو الأفكار، هو العلوم العسكرية، وهذا السلاح الناعم أيضا يجب أن تكون مصادره مختلفة ومتنوعة، وصارت موجودة حتى في الإنترنت. جميل. فرنسا شاهدنا هذا التقهقر الفرنسي الذي أصبح ملاحظا، وأصبحت أيضا الدول الإفريقية تعي جيدا أنها يمكن أن تستفيد من غير فرنسا. من الذي محضر حتى يخلف فرنسا أو يخلف المكانة الفرنسية سواء العسكرية أو الاقتصادية؟ هو ليس بنظري هو ليس محضر، هو الآن على الأرض. الصين هي أول أظن بأنها ليس يجب أن نتأكد من الرقم، أظنها هي أول شركة اقتصادي للقارة الإفريقية، والشريك الاقتصادي شريكنا أمني وشريكنا عسكري، لأن الأمور أولا وقبل كل شيء على لقمة اقتصادية. العيش أولا وقبل كل شيء على لقمة العيش. نعم. على الاقتصاد، لأنها تبني المطارات. المطارات بنية تحتية عسكرية أول وقبل كل شيء، تبني المرافق، تبني الميناءات، تبني الطرق، هذه كلها بنى ثنائية، يسموها ثنائية، يعني قد تستخدم مدنية وتستخدم وتفيد عسكرية. بالإضافة إلى ذلك تصدر الأسلحة. الصين اليوم من أكبر المصدرين للسلاح الجديد الذي هو اليوم أهم سلاح يستخدم في الحروب، والطائرات بلا طيار، درونات، المسيرات، هذا من أهم مصدري. بالإضافة إلى الصين توجد دول أخرى تصدره تركيا، تصدره إسرائيل لبعض البلدان حتى بما فيها إفريقيا، تصدره إيران، تصدره بلدان أخرى. إذن والهند التنويع في المصادر العسكرية والمصادر الاقتصادية هو التوجه العالمي، وهذه من نتائج ما يسمى بالعولمة. قل الحديث عن العولمة اليوم، ولكن نعيش تداعياتها، وشخصيا لست من الذين يندبون عليها، بل أرى فيها إيجابية. البعض أيضا يقول بأن العلاقات الغربية مع الدول الإفريقية ما يقلصها أكثر هو الشروط السياسية التي تفرضها دائما الدول الغربية في تعاملها مع هذه البلدان، بينما الصين والروس وبلدان أخرى مغايرة أصبحت تلبي نفس الطلب الذي تحتاجه هذه الدول الإفريقية، لكن دون شروط سياسية تجعل الحكومات مكبلة بهذه الشروط. هل هذا صحيح؟ هذا في نسبة كثيرة من الصحة، لأن الدول الغربية تقوم على ما يسميه الديمقراطية، وفلسفتها الديمقراطية. الديمقراطية هو نظام سياسي وهو نمط تفكيري، من يسير عليه فهو ديمقراطي، ومن لا يسير عليه فهو غير ديمقراطي. والديمقراطية في الأصل، أصل الكلمة، هو ديموس كراتوس، سلطة الشعب. ولكن الغرب له مفهوم آخر، فأصبحت سلطة الغرب، وأنا أسميها الوسترنقراطية. وستر من الغرب، وقراطية السلطة، هي مغلفة يعني، لا هي صبحة اليوم بالمفهوم الغربي، يعني سلطة الغرب، السلطة الفكرية أولا وقبل كل شيء، لأن الغرب مع الأسف يصدر لنا كثير من النفايات. ما نشاهد منها هو النفايات المادية اللي يسموها الريفاش، سواء في السيارات سواء في الفريجيرات، ولكن ما لا نشعر به لأنه غير محسوس النفايات الفكرية، ومنها الوسترنقراطية. الآخرون كانت الأمة الأخرى اللي هو النظام الشرقي، عندما كانوا يتصدقون بالاشتراكية والشيوعية إلى آخره، لهم نوع آخر من الفكر، ولكنهم اليوم يركزون على الأمور الاقتصادية وعلى التعاون بدون أن يجعلوه في إطار إيديولوجي، في قالب مؤدلج، في قالب إيديولوجي، ومع ذلك فهو موجود طبعا. ولكن يجب علينا أن نختار، أن نعرف ماذا نريد. صحيح يجب ألا نقاطع من يصفون أنفسهم بالديمقراطية، أن نأخذ منهم ما أمكن، وأن نأخذ من الآخرين، وأن نكيف الأمور مع حاجتنا، وخاصة في المجال الأمني، لأن المجال الأمني هو الأساس. لا اقتصاد بلا أمن، لا صلاة جمعة بلا أمن. تتذكرون عندما غاب الأمن الصحي في مساجدنا، لم يكن أحد بإمكانه أن يذهب إلى المسجد بسبب كورونا، بسبب الأمن الصحي، وكذلك الأمن العسكري. الأمن هو أساس الحياة، هو الأمن. جميل. هذه البلدان الغربية أيضا التي دعت أنها تصدر الديمقراطية وأنها تحافظ على مصالح الشعوب، هي أيضا لم تحقق هذا الأمن الذي يجب أن يتبع أو يكون نتيجة مباشرة للديمقراطية،
وبالتالي يقول البعض أن هذا أيضا هو من ضمن النقاط التي جعلت الدول الإفريقية أو الدول التابعة سواء كانت في إفريقيا أو قارات عالمية أخرى تترك هذه التبعية لصالح دول أخرى أو تتعامل مع دول أخرى من أجل تحقيق أو إيجاد ذاتها وتحقيق الأمن المفقود. أنا أعتقد بأن لا ينبغي أن نذهب من وصاية سين إلى وصاية صاد. فيه مكان للجميع، لنا مكان في العلاقات مع الولايات المتحدة، لنا مكان في العلاقات مع الصين، لنا مكان مع العلاقات مع روسيا. يجب أن نعرف الضرب على البيانو، أن نعمل على جميع سلوك البيانو، أن لا نعمل على سلك واحد. إذن من مصلحتنا كبلدان نامية أن تكون لنا علاقات أمنية متنوعة مع جميع الأطراف، لا ندور في فلك واحد، لا ندور في فلك دولة واحدة، في فلك دولة واحدة، في فلك دولة واحدة، وهذا ما ينبغي. وخاصة بأننا نلاحظ بأن ما كان يوصف بالقوة المهيمنة للغرب سواء فرنسا في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر، وسواء في الولايات المتحدة في القرن العشرين وبداية القرن العشرين، هذا بدأ يتراجع. اليوم نشاهد قوة أخرى صاعدة، الصين في طريقها إلى أن تكون أول قوة اقتصادية. الهند اليوم أصبحت أول قوة ديمغرافية وتتبعها الصين. البرازيل اليوم صارت قوة اقتصادية، تركيا قوة جهوية. مصلحتنا أن نتعاون أيضا مع هذه القوة، وخاصة بأن الغرب هذا التدهور أو التقهقر كما سميتموه له أيضا تداعيات فكرية. نلاحظ بأن من يوصفون بالديمقراطية والانفتاح على العالم في تراجع حتى في الدول الغربية. اليمين المتطرف هو الذي ينهض، هو الذي ينال شيئا فشيئا، يكسب الرأي العام حتى أنه يتم انتخابه. ترامب لا يعرف بقوة انفتاحية على الآخرين، بل يريد أن نقلق الولايات المتحدة من جميع النواحي في وجه الاقتصاد، ويتبنى سياسة الدولة الوطنية، وهذا ما تبناه معارضات كثيرة في الدول الغربية. وشعاره أمريكا أولا، أمريكا أولا، أمريكا أولا، وهذا هو شعار معارضات قوية صاعدة أيضا في دول غربية منها فرنسا. وهذا التراجع في الانفتاح الفكري الغربي سيكون له أصداؤه علينا نحن أيضا، سيكون له انعكاسات على هذه الدول. ينبغي لنا أن ننوع في علاقاتنا. عودة إلى المنطقة، نتحدث عن موريتانيا، رأينا خلافات سياسية مع فرنسا من هذه الدول الإفريقية التي بعضها يجاور موريتانيا، وموريتانيا ضمن هذه البلدان دول الساحل، لكننا لم نلحظ أي تصدع أو خلاف في العلاقات الموريتانية الفرنسية رغم العلاقات الموريتانية الروسية والصينية والأمريكية. ما مرد ذلك؟ ولم نلحظ أيضا خلافات مفتوحة لا مع الصين، بين موريتانيا لا مع الصين ولا مع الولايات. هذا ما تحدثت عنه. هذا فعلا. أنا أجعل فرق بين رغم وجود موريتانيا الاستراتيجي، أنا أجعل فرق بين الخلافات والصراعات المفتوحة والخلافات المفتوحة والخلافات غير معلنة. لا شك بأن المفاوضات التي تجري بين البلدان المختلفة تظهر فيها عدم تفاهم، على الأقل في خلاف بين الولايات المتحدة وأمريكا حول القضية الفلسطينية، واضح بأن لكل منهما رأي مخالف تماما. موريتانيا تدعم القضية الفلسطينية تماما، بينما الولايات المتحدة تدعم إسرائيل تماما، بينما أيضا ماكرون متذبذب، ولكن التيار العام التوجه العام لديه هو دعم إسرائيل. موريتانيا تختلف معه تماما حول القضية. لكن ذلك لا يؤثر على العلاقات، يعني العلاقات تتبع، تريد أن تقول بأن العلاقات هي تتبع للمصالح وليس للتوجهات السياسية. أكيد وأضيف بأن أيضا الخلافات لا ينظر فقط إلى ما يطفو منها على السطح، في خلافات أخرى تقع في اللجان، تبقى جوهرية وكثير من الأمور. موريتانيا تعمل على مصالحها، وليس من مصلحتها بالضرورة أن تبدي أو تجعل السطح إن كانت بينها خلافات مع بعض الشركاء. هذا يتم تداوله في أطر دبلوماسية معروفة حسب قنوات معينة. عودة إلى موريتانيا أيضا، موريتانيا هي الدولة التي يقال أنها أنشأت دول مجموعة الساحل الخمسة في المنطقة،
وكان الهدف منها هو تحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي لهذه البلدان، لكن خروج دول كمالي والنيجر وبوركينا فاسو من مجموعة الخمس في الساحل وتكوين مجموعة خاصة بهم تسمى أيس دول الساحل، وهم تقدموا في خطوات متقدمة إلى توحيد العملة وجوازات السفر وبطاقات الهوية. ما هو دور مجموعة الخمس في الساحل بعد خروج هذه البلدان؟ هل ستلتحق موريتانيا بهذه المجموعة أم أنها ستحيي مجموعة الخمس في الساحل، أم أن الخمس في الساحل هي نتاج العلاقات الغربية وبالتالي ماتت عندما ماتت العلاقات الغربية مع هذه الدول؟ هي مجموعة الساحل الخمسة منطقية ماتت، سواء من ناحية القانونية ومن ناحية الفعلية. الناحية القانونية نص الميثاق المشئ لها بأنه إذا طلب ثلاث دول منها الخروج من طلب المجموعة الخروج فإنها تموت. بقيت في هذا فعليا وقع لأنها طلبتها بالأمر الواقع، لكنها شكليا لم تطلب، والقانون والنصوص لم يعودوا يعترفون بها أصلا، لم يعودوا، ولكنهم لم يوجهوا طلبا رسميا بالانسحاب. لمن لا يعترفون به توجه طلب لمن تعترف؟ لا أفهم عني، الإشكالية في القانون، القانون فيه الشكل، فيه النص وفيه الروح. النص لم يقدموا طلبا، الروح هم انسحبوا منها. نعم. هي لم تكن لم تعد موجودة. بقيت منها دولتان، موريتانيا وتشاد، ولحد الآن ما زال يوجد رسميا، توجد ولها مقر ما زال في مكانه، ولكنها عمليا خلاص انتهت. أنا أظن بأن مجموعة هل ينعكس انتهاؤها على تواجد ضباط هذه الدول في الكلية الموجودة في موريتانيا؟ نعم، والإدارة العامة الموجودة في نعم انعكس، لأن أنا أتعاون أحيانا مع الكلية، أحيانا أقدم بها محاضرات، و السنة الماضية ضباط الماليين انسحبوا منها نهائيا. قبل ذلك بسنتين المؤطرون من الدول الثلاثة انسحبوا منها، وما زالت السنة الماضية بقية فيها متدربون من النيجر ومن بوركينا فاسو. السنة الدراسية الحالية التي بدأت لست أدري، إذن نعم فعلا ذلك أثر عليها، أثر عليها، وكذلك ماتت على الواقع، تمحلت القوة المشتركة الخاصة لمجموعة دول الساحل الخمسة التي موريتانيا كانوا مشاركة، هي ماتت نهائيا، الأخرى لم تعد موجودة. وكذلك المؤسسة، وما هو التوجه الحالي؟ التوجه الحالي هو تلك الدول أسست الثلاثة الانقلابية الثلاثة، أسست ما سموه بـ IS تحالف دول الساحل، الأليانس دي زيتا دي ساحل، IS تحالف دول الساحل، تحالف دول الساحل، ولكن لم تنضم له موريتانيا لحد الآن، ولم تنضم له تشاد أيضا التي لم تنسحب هي الأخرى من المجموعة، ولو أن المجموعة لم تكن. هل سنرى مجموعة أخرى في إطار آخر؟ ذلك ما أتمناه، لأن مجموعة دول الساحل فعاليتها على الميدان كانت ضعيفة جدا، أكثر ما قيل عنها مما فعلته في الواقع، مما حققت على أرض الواقع. أهم ما حققت هو الكلية هذه الموجودة في موريتانيا، والكلية هذه كانت موريتانيا بصدد افتتاح كلية الدفاع لها خاصة بها بموريتانيا، وتستقبل ولكنها تحت الراية الموريتانية وتحت العلم الموريتاني، ولكن عندما علمت بها الدول الأخرى طلبت افتتاحها، ووافقت موريتانيا على أن تكون تحت راية مجموعة دول الساحل الخمسة، ولقيت بعض الأصداء الإيجابية. إذن هذه الكلية قد يكون مصيرها تعود إلى موريتانيا بالكامل. هذا احتمال وارد، احتمال وارد بالنسبة لي تماما. أيضا هل هناك احتمال آخر بعد ما هذه الطلبات سنقالية غير المسبوقة لرحيل القواعد الفرنسية، وهو ما لم يكن يتوقعه أحد، إضافة إلى ما قام به الرئيس السنغالي إبان انتخابه بزيارات لهذه الدول الثلاث أيس، هل يمكن للسنغال نشاهد السنغال ضمن دول اتحاد دول الساحل الجديد؟ لست أدري، ولكن وما الذي يمنعها؟ لست أدري، لا شيء مبدئيا يمنعها ولا شيء مبدئيا أيضا يدفعها. وربما السنغال لأن عندها نظام ديمقراطي ونظام منتخب، هذه الدول غيرت حتى العملة الوطنية، يعني لم تعد تدفع للفرنك الفرنسي. السنغال أيضا هناك توجه للخروج من الفرنك الفرنسي، الفكرة مطروحة، ولكن لحد الآن لم تتغير، ما زالت عند
الفرنك الفرنسي. هذه فكرة مطروحة من زمان من عقود كثيرة بأن يتغير الفرنك الفرنسي، وحتى فرنسا وافقت مبدئيا على القضية، وحتى الاسم تم اتفاق عليه لا أتذكره بالضبط عن طريق رئيس الإيفواري الحالي، كان حتى فرنسا وافقت مبدئيا على تغيير العملة ولو بأنها تبقى في صلات. هل تكون هنالك عملة للمنطقة أم كل بلد سيكون له عملة خاصة به كما هو الحال بالنسبة لموريتانيا وكما كان الحال بالنسبة لغينيا وبلدان أخرى لست أدري. كل الاحتمالات واردة لأن العالم في حالة إعادة تشكل العلاقات الجيوسياسية الدولية وهذا سينتج عنه الكثير. هل قوة الفرنك الفرنسي هل ستؤثر عليه عدم تداوله لدى هذه البلدان؟ والله في الحقيقة لست أدري، هذا ربما سؤال يطرح على اقتصادي، أنتم خبير أمني، إذن ربما يكون ذلك وارد، ولكن هو مربوط على كل حال مربوط باليورو ومربوط باليورو، بالتالي يمكن أن يكون يستمد قوته. هو مربوط عضويا باليورو، كان من قبل مربوط بالفرنك الفرنسي والآن أصبح مربوطا باليورو، ولكن الأفضل أن يقع ما يقوله أن يربط بسلة عملات متعددة لا يربط بعملة واحدة، لأن عندما يهبط اليورو هو سوف يهبط، أن يكون مربوط بسلة عملات متعددة فيحافظ على نسبيا باليورو بالفرنك بالدولار الأمريكي إذن بدأنا الحلقة أمنيا واختتمناها اقتصاديا. نشكر جزيلا ضيفنا الكريم البخاري محمد مؤمل الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، شكرا جزيلا على هذه الاستفاضة في الموضوع. أيضا شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، وإلى أن يضمنا وإياكم حلقة جديدة من برنامج ظلال الخبر، البرنامج اليومي التحليلي الذي تقدمه الساحل في موضوع جديد وحلقة جديدة. هذه تحياتي.